أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين بسم الله الرحمن الرحيم إلينا ترجعون
غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون نعم أجر وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.